تقريبا بهجت قمر بعد 26 سنة تقريبا على رحيل الوالد اللي هو اسمه علم في صناعة الدراما والمسرحيات وال وخلق نجوم في كل المنابر. يمكن ليه افتكرت وقلت انا هكتب عن شقة الدق، انا لازم شقة بابا دي اللي كان فيها كل الناس طبعا، اللي كان فيها الاصيل والخسيس طبعا اكيد، اللي كان فيها الموهوب والنص نص والموهوم والموهوم زي الاستاذ محمود السعداني كان كاتب مقاله مره على شقه بابا وبيت بابا بعد وفاته، فقال تلاقي الموهوب وتلاقي الموهوم. ايه ده احكي لي عن شقه بابا وليه دلوقتي بتتكلم عليها وحكايتك الغريبه يا ايمن. انا يعني انا ما كنتش اعرف في مرحله كده لازم تتحكي، يعني هذا الشاعر اللي ما يخلاش مسلسل او قعده او اغنيه حلوه منتشره من اسمه ده فجاه وهو عنده 14 سنه 15 ما كنتش تمتهم كمان، يعني كنت داخل على 15 فجاه لقيت نفسك لوحدك ومن غير ولا مليم 7000 جنيه وال 7000 جنيه دول لما بابا توفى خدوهم حطوهم شهاده استثمار خدها كمان 15 سنه مثلا او كمان 10 سنين عشان ما يتصرفوش. هو فعلا بابا، هو بابا ساب لي الاهم من ده، ساب لي سيرته وساب لي اسمه وساب لي حب الناس. يمكن انا ما كانش نفس الناس اللي انا كنت متوقع يقفوا معايا وقفوا جنبي، ولكن بقى زي ما يقول لك ربنا بيوقف ولاد الحلال. يعني مثلا انا مش هنسى في بدايتي خالص في عز نجاح حميد الشاعري وفي عز مكانه كل الناس تتمنى تقابله، رحت استوديو رباعيات فعرف ان ابن بهجت قمر واقف بره او قاعد بره، جالي جري. يعني دي من الحاجات اللي عمري ما انساها لحميد يعني.